انطلاقة سليمة لشوطنا الثاني عشر، وهو الشوط الخاص بالزمولة المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، وأرى الشارد، أرى الشارد من شرد بناموس هذا الشوط، وانطلق بالمقدمة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، متابعا لانطلاقة الشارد ومع المركز الثاني امليح. ينطلق في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم بقيادة حمد بن سيف بن هيان العامري، ومع المركز الثالث التحديات لمياس. ومن الجانب الآخر أرى هناك طواش الاثنين العايدة ملكيتن لشعار هجن العاصفة، وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الخامس، المركز الخامس مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير والمتابعة، ومع المركز السادس، المركز السادس السفير. من ينطلق بهذا التحدي المثير؟ السفير لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ومتابعة وانطلاقة الصادق فضل الأمين. دور المركز السابع، التحديات من عمق الميدان، والانطلاق في هذه اللحظات لبطاش لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، متابعة أحمد بن سلطان بن رشيد، ومع المركز الثامن، المركز الثامن أرى نجدياتي ثامنا بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. المركز التاسع، من الجانب الآخر نتابع نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يقود مطر بن سيف بن لاحج. والمركز العاشر، من الجانب الآخر أرى هناك التسلل المدرب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. من يتابع انطلاقة مدرب وانطلاقته وتحدي مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. التحديات رائعة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة ونعود مع مقدمة هذا الشوط. نتابع التحدي الواضح على الصدارة، وأرى هناك اللي منطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية. نتابع الشارد، نتابع الشارد اللي شارد بناموس هذا الشوط وماخذ المسار أيضا، وانطلاق وتحدي جميل بالشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. متابعة الصادق فضل الأمين، من يتابع الشارد، من يقود الشارد بهذا الانطلاق المتميز، ومع المركز الثاني مليح بالشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يقود حمد بن سهيل بن هيان العامري. النقلة التالية مع المركز الثالث، أرمياس ياتي ثالثا التابع لهجن العاصفة، يقود حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الرابع السفير لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يعلن انطلاقة السفير مع المركز الرابع وخامس. التحديات نتابع بطاش، نتابع بطاش من انطلق مع المركز الخامس بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، الشعار الأبرز في هذه الأمسية التراثية الجميلة. بطاش وبقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد ينطلق مع المركز الخامس. نتابع المركز السادس، سادس التحديات، نتابع نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وقيادة مطر بن سيف بن لاحج. سابعا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر الانطلاق أيضا الرائع والتحدي المثير، وطواش
الطواش من انطلق مع المركز السابع التابع لهجن العاصفة يقوده حمد بن راشد بن غدير ثامن التحديات رهني مدلل بدأ يتدلل أيضا وانطلاقته الرائعة بالشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ومع أحد شبابنا علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 أيضا يتابع انطلاقة مدلل مع المركز الثامن تاسع التحديات مدرب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري ينطلق أيضا مع مدرب مع المركز التاسع وعاشر التحديات القدوم لهملول من يتسلل من ينطلق بأول لدى ينطلق ويتدخل هملول مع المركز العاشر لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي والسهيل بن سالم العامري متابعا لهذا الانطلاق المثير متابعا لهذا التحدي ولكن نعود مع الصدارة بعد ما أكملنا النداء للعشر المراكز الأولى ننطلق مع الشارد نتابع الشارد والكوكبة الثلاثية على المقدمة والصدارة نتابع الشارد اللي متحمل مسؤولية هذا الشوط مع هذا التحدي المثير يا سلام الشارد على الصدارة شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان نهيان الصادق فضل الأمين صادق أيضا بتحدياته وإنجازاته وتحدي الجميل من يقود الشارد بناموس هذا الشوط المركز الثاني نتابع الانطلاق وأرى هناك نتابع مياس مشاهدينا متابعينا الكرام من ينطلق مع المركز الثالث بشعار هجن العاصفة يقوده الواثق حمد بن راشد بن غدير رابع التحديات المركز الثالث عوان نتابع هني الانطلاق المتميز نتابع أيضا التحدي الجميل يا سلام التحديات رائعة ومليح مع المركز الثالث بقمة التحدي منذ البداية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد مكتوم حمد بن سهيل بن هيان العامري من يعلن انطلاقه مليح مع المركز الثالث الثلاث المراكز الاولى اللي ابتعد ابتعاد كلي عن بقيه المراكز وبقياده الشارد اللي شارد بناموسي هذا الشوط وان سالته عن موقعنا فنحن نعادل حزام الغابات على اليمين بدينا نشارف ايضا على لوحه الثلاثه كيلومترات مع عد التنازلي لمجريات هذا الشوط والشارد شارد بناموسي هذا الشوط ننطلق مع المركز الرابع نتابع التحدي الجميل يا سلام التحديات رائعة ننطلق مع السفير مع المركز الرابع لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آن نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع انطلاقة السفير مع المركز الرابع ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس ومن الجانب الآخر أرى هناك الطواش بدأ يتسلل في هذه اللحظات بدأ يبحر إلى الصدارة والمقدمة بشعار هجن العاصفة يقود حمد بن راشد بن غدير ولكن بطاش من يتسلل من ينطلق من يعلن التحدي بطاش وبشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد المركز السادس أرى أيضا القدوم من عمق الميدان والتحديات لهملول لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي السهيل بن سالم العامري في المتابعة المركز الثامن يتسلل في هذه اللحظات وينطلق شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على ظهر نشوان وبقيادة مطر بن سيب اللاحز التاسع المراكز نتابع مليح
نتابع مليح من يتسلل مع المركز التاسع لسمو الشيخ مايد بن محمد برايد المكتوم وقيادة ثاني بن عبيد بن كديدة من يعلن انطلاقة مليح مع المركز التاسع. بدأ أيضا بدأ يطلق العنان أيضا بو عبيد مع الأداء المتميز. أشكرك مع المشاركة والتحديات الجميلة. ومع المركز العاشر أرى هناك مشاغب مع المركز العاشر بدأ يشاغب بالشعر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري في متابعة وانطلاقة مشاغب. ولكن نعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط والشارد ما زال شارد على الصدارة. ولكن التسلل الباين والملحوظ من مياس. مياس انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة بالشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد من غدير المضمر الواثق من ينطلق بمياس مع صدارة هذا الشوط الواثق من قدراته دائما مع هذه التحديات الرائعة. الشارد مع المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بذياب السيفان الهيان والصادق فضل الأمين يتابع انطلاق الشارد المركز الثالث. التحديات يا سلام الله يا سلام. أرى اسم جديد بدأ يتدخل في هذه اللحظات. ما يبنى لطاري نتابع غريب من بدأ يتسلل في هذه اللحظات. غريب وبالشعار سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل الهيان وبقيادة أحمد بن عبد الله بن مساعد من أطلق غريب يا سلام. التحديات رائعة. أسامي لها ثقلها لها وزنها تشارك في هذا الشوط والشارد. شرد الشارد بناموسي هذا الشوط. يا سلام شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب السيفان الهيان والصادق فضل الأمين يتابع انطلاق ذي الشارد. ولكن غريب على غريب هذا الانطلاق المتميز. ينطلق مع المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل الهيان وبقيادة أحمد بن عبد الله بن مساعد طواش مع المركز الثالث التابع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية تضميره. والسفير مع المركز الرابع لسمو الشيخ هيان بذياب السيف آل الهيان. يا سلام التحديات رائعة التحديات جميلة. وأرى القدوم أرى التسلل لنشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وقيادة مطر بالسيف اللاحد. واللحظات الأخيرة والشارد على الصدارة. الشارد غريب اللحظات الأخيرة المعركة طاحنة ولكن الشارد على الصدارة. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيوان هيان المركز الثاني. غريب لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل هيان المركز الثالث. يصفي نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم المركز الخامس السفير لسمو الشيخ هيان بن ذياب بن سيف آل هيان. والبقية من حين الأعضاء خط النهاية نعود مع التوقيت الزمني بعدما شرد الشارد بناموس هذا الشوط. تهانينا من الأعماق لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل هيان على فوز الشارد بالمركز الأول 13 دقيقة 38 ثانية وفاء وتماما. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل هيان والتهاني للصادق فضل الأمين. بينما اللي وصل مع المركز الثاني غريب 13 دقيقة 38 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل هيان والتهاني لأحمد بن عبد الله بن مساعد واللي وصل مع المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام 13 دقيقة 40 ثانية 5 أجزاء من الثانية. توقيت نشوان. تهاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم والتهاني لمطار بن سيف باللاحج. تهانينا لجميع الفائزين مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة في